فضيلة الشيخ عطية، هل توجد فروق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ وهذه الفروق هل توجد في الفرائض فقط أم في السنن كذلك؟ لا يوجد فرق كبير بين الرجل والمرأة في كيفية الصلاة، وإنما هي أمور قليلة ذكر منها العلماء ما يأتي. أولا، لا ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا وجد رجل أجنبي يسمعها، ولا بالتأمين خلف الإمام. ثانيا، إذا نابها شيء في الصلاة كتنبيه الإمام إلى خطأ تصفق ولا تسبح حتى لا يفتن الرجال بصوتها كما رواه البخاري ومسلم. ثالثا، عدم التفريج بين يديها في السجود والركوع، بل تضم بعضها إلى بعض. رابعا، عند صلاة الجماعة مع الرجال تكون في الصف الأخير بعد الصبيان ولا تكون في أول الصفوف. هذه هي بعض الفروق، والله أعلم.